الله بالخير لكل من يتابع الشرقية وبرنامج أهل المدينة، يوم جديد ومشوار جديد وأكيد مواضيع جديدة تخص المدينة وأهل المدينة. ودائما دعواتنا أن يعم الخير والأمن والسلام على كل العراق والعراقيين، وإن شاء الله بالوحدة والتعاون والتكاتف والتكافل والوعي والتشبث بالأمل نعبر كل هذه الأزمات الصعبة، وعلى رأسها أزمة كورونا والأزمات الأخرى. واليوم عندنا مجموعة أكيد من الرسائل والمناشدات والمعاناة، إن شاء الله نقدر أن نوصلها للجهات المعنية والمختصة، ونستطيع أو يا ريت توصل، ويا ريت يكون هناك استجابة من قبل الجهات والوزارات والدوائر الخدمية والصحية وغيرها حتى يتم حل ولو جزء بسيط من هذه المشاكل. اليوم يرافقني بتقديم هذه الحلقة سفيان، وإن شاء الله نقدر سويا مثل ما قلت نوصل مناشداتكم ومعاناتكم. مرحبا سفيان. مرحبا أزل، ومساء الخير لكل مشاهدي قناة الشرقية وبرنامج أهل المدينة. بالبداية رسالة للجهات الحكومية اليوم، خاصة بعد ما قعدوا ويا الأطباء، فعلا تحتاجون أنه تفتهمون طلباتهم وتكونون بجدية تحلون هذه المشاكل، لأنه كثير من الأطباء اللي أعرفهم شخصيا اللي أتواصل وياهم مدى يصدقون شو وقت يغادرون هذا البلد، لأنه مدى يحسون بأنهم احد يكافئهم، يقول احنا دا نسوي الفتشي وبعدها نتعرض للاعتداءات، اضافه للراتب، اضافه للتدرج الوظيفي اللي موجود حاليا حتى يجايز ما عندهم. كثيره هي مشاكلهم، وفعلا يحتاجون احد يسمعهم واحد يلبي لهم هذه المطالب، لانه اذا استمر الوضع بهذا الشكل، حتى لو ما حياخذون مالتهم الشهاده هم حيسافون ويغادرون هذا البلد، وحيبقى العراق بدون اطباء، وحندخل بكارثة صحية مستمرة. فيا ريت نرجع ونأكد، يا ريت على الحكومة أنه تأخذ بنظر الاعتبار بشكل جدي وخطير جدا مطالب الأطباء في هذا الوقت. على العموم مشاكل كثيرة عندنا بحلقتنا لهذا اليوم، إن شاء الله نقدر نحلها بعد الفاصل حنبلش فيها. اكيد راح نبلش من الموقف الوبائي. انا صراحه بديت يعني احنا صار الملل من زمان، لانه انا جاي اشوف نفس الناس، حتى الناس جاي تحكي انه احنا باقين، اللي الواعي باقي واعي، اللي مصدق باقي مصدق، اللي ما مصدق باقي ما مصدق. فاحس انه يعني بديت احس بالملل، لانه كانما جاي نحكي مع فئه معينه دون عن فئه اخرى. اللي اتمنى انه احنا نوجه رسالتنا للناس اللي بعدها ما مصدقه، يعني لحد اليوم يعتقدون انه هي لعبه سياسيه، هاي الناس الجايه تموت، هم معقوله كلهم شاركين باللعبه السياسيه؟ ما معقوله. فيا ريت يكون هناك وعي، ويكون هناك اهتمام، ويكون هناك اكثر التزام بالاجراءات الوقائيه. مباشره نبلش اصابات اليوم 4724، وهذا عدد كبير. احنا يعني الايام الماضيه نزلنا ل 3000، رجعنا مره ثانيه صعدنا، وجاي يشوفون تصاعد، يعني وصلنا 4700، ومعناتها انه احنا ممكن نرجع لل 5000، وهذا ارجع واقول عدد كبير، خاصه مع فصل الخريف اللي راح تختلط علينا احنا الحساسيه والانفلونزا بانواعها المختلفه الثانيه. الشفاء اليوم 4028، جيده، لكن من نشوف انه الاصابات اكثر ينكسر واحد مثل ما واحد يقول. الوفيات 70، احنا بعدنا بهذا المعدل بالعشرات، بس كنا 55 قبل ايام، واحنا يعني استبشرنا خيرا، قلنا عسى ولعل يكون هناك عد تنازلي، لكن مره ثانيه رجعنا للسبعينات. اللي تحت العلاج لحد البارحه قلوا، صاروا 59000 و58، حتى وصلنا 57، رجعنا اليوم 60356، بمعنى انه احنا عندنا هسه حاليا بالعلاج بالمستشفيات، هاي طبعا بعيدا عن بالمنازل، بالمنازل اكثر بكثير عوائل باكملها تحجر نفسها في المنازل، ما تروح اصلا، اللي تستطيع ان تقاوم المرض وتكون مناعتها افضل من البقيه. بس تخيلوا انتم مستشفياتنا بوضعها اليومي، احنا نقول وضعها المنهار، هو موجودين حاليا 60000 كسور. سلام للجميع، واتمنى الوعي يكون من قبل الجميع، والإجراءات الوقائية مطبقة من الجميع. وبنفس الوقت شكرا للجيش الأبيض، ورغم كل المعاناة، طبعا الجيش الأبيض يشمل كل الأطباء وكل الكوادر التي تعمل في داخل المستشفيات من أجل أنه تعبر هاي الأزمة اللي هي أزمة وباء كورونا. الشفاء العاجل، ويا رب نكون إحنا في
الأيام الأخيرة من هذا الوباء ونخلص من هذا الملف ونقول كان في يوم من الأيام كنا نمر بأزمة حقيقية وخلصت على خير، رغم أنه هي حصدت الأرواح، أرواح الكثير من الناس اللي ما لهم ذنب، ممكن يكون مو هو اللي كسر الإجراءات الوقائية وما التزم بيها، من الممكن واحد عدا هو غير ملتزم وكان هو ملتزم. الله يرحم الجميع ويشفي الجميع وإن شاء الله أزمة وتعدي. أعداد الوفيات تزايد كل ما زادت عدد الإصابات وتقل أعداد الشفاء، يعني اليوم إحنا إذا حسبناهم يعني ناس طلعوا من المستشفى وناس دخلوا تقريبا 700 واحد دخل جديد للمستشفى، وهذه الأرقام كل ما تزيد كل ما حتزيد عندنا أعداد الوفيات، لأنه اليوم الوضع الصحي لا يحتمل المزيد من الحالات أن تدخل للمستشفى. يوم أمس كان في برنامج أهل المدينة في أحد المستشفيات إذا ما أتذكر يا هي أيضا الحمامات، حتى الحمامات ليست نظيفة، كانت مستشفى الزهراء بالنجف. يعني تخيلوا أنتم في بعض المستشفيات، إحنا اليوم نطالب بأنه الحمامات بالمستشفيات تكون نظيفة على الأقل، صح. فأنت ما بالك بغرفة الطوارئ، ما بالك بالمعدات والأجهزة اللي خريبة واللي حتى ما بها يمكن يجيبوها، لو ما يعرفون يستخدموها، لو يخربوها لأنه سوء استخدام بها. فبالتالي مثل ما نقول كل مره تبقى هي عليكم انتم تلتزمون مو تلتزمون بالبيوت والحجر الصحي، هسه احنا حتى الحكومه قالت عم يطلعوا بس التزموا بالارشادات الوقائيه، لا واحد يتقرب على الثاني وهاي انتهى الموضوع. عندي اشوف بعد هذه الاشهر 7 اشهر بديت اتعود على الموضوع، يعني في طلعاتي بحياتي اليوميه بدا الموضوع يصير جزء من حياتي، ما في شيء صعب انه ما اتقرب على احد او ما اسلم على احد، او لما ادخل بمحل مزدحم لازم البس كمامه، صار جزء من الحياه. اصلا صار من المستغرب يمكن يضحكون حتى مرات من اشوف مثلا حفلات او اشياء قديمه قبل اقول ذو شلون متجمعين، بعدين اتذكر قبل كورونا هاي، يعني صار جزء من حياتنا بانه ما نتجمع، ما نكون سويه، ما نكون واحد بصف قريب على الثاني، كمامة دائما ويانا. فان شاء الله توصلكم هاي الفكره، ان شاء الله الاعداد تبدي تقل شويه شويه. يعني رغم انه هي مو من طبائع البشر لكن تعودنا فشي استثنائي، يعني مو بيدنا، يعني صح. احنا متعودين على انه دائما يعني مثلا بالبيت، القرايب، الاهل، الاصدقاء، السفرات، متعودين دائما عيد ميلاد، حفلات، كل شيء، يعني فرح او حزن، التجمع. احنا وخاصة العراقيين بالضبط، فهاي يعني هي بس غصبا علينا، خلوها ازمه وتعدي ان شاء الله ويا رب، لانه هم يعني من انت تتمرض وتمرض غيرك، اعتقد هي قضيه مو ابدا مو سهله، الامتحان هو عسير وصعب، خاصه من يتمرض عندك واحد بالبيت وينحجر فعلا. المريض يحس هو يريد احد وياه، وهو يحس نفسه مثل المنبوذ، واهله خايفين منه، واهله بنفس الوقت ما يتمنون انهم يعوفوه، امتحان صعب والله. فالله يساعد الناس اللي حجرت نفسها في منازلها أو اضطرت توديه للمستشفى وما تقدر تزوره، امتحان عسير حقيقة، مو سهل أبدا للاختبار للنفس البشرية، للتعود. إحنا ميولنا دائما أنه نتوحد، أنه نتجمع، أنه نتقارب، وإذا بينا نتنافر كأنه بصالة عمليات كبيرة. والله من واحد يطلع بالشارع وشوف واحد خايف من الثاني وكمامات، أنا أقول لكم المنظر مو حلو، بشع للغاية. هي أصلاً حتى من نشوفها بالأفلام والمسلسلات الكمامة رأساً نحس عملية ومستشفى، يعني تحس أنت بالخوف والرهبة. بعد مو صارت بالشوارع، وللأسف تشوف كمامات بالوجه، كمامات على الحنج، وكمامات بالأرض، الناس اللي بعد هذبها. لازم نحكي بهذا الموضوع دائماً. حقيقة ذاك اليوم أنا شفت منظر اللي قاعد يكنسون بالشارع لأحد عمال النظافة، نص النفايات هي كمامات. يعني هذا وباء، مو معناته إنه أنت ما بيك شيء، انت ترمي كمامتك، ممكن تكون هي ذوقا واخلاقا ما ترهم. طيب نبدي مشوار حلقتنا اليوم من موضوع خطر للغايه، وموضوع يدق يعني فعلا ناقوس الخطر، مو بس بالبصره وانما للعراق ككل. اليوم وصلنا مقطع فيديو يبين انه هناك محاوله لدفن اجزاء من شط العرب في البصره. اصلا بشكل عام هو ممنوع انه واحد يجلس او يسكن او يبني على ضفاف الانهر، مناطق تعتبر محرمه، لكن احنا عندنا بالعراق نشوف انه ناس تبني وتسكن وطبيعي، تجاوز يعتبر طبيعي جدا، لكن ان تكون بشكل ممنهج وتجي سيارات تدفن وتطمر الشط بحيث يصغر من اماكن معينه، يعني المي يصير بمكانه تراب وحجر وبلوك وما اعرف شو، تالي بعدين ويتم بيعها وبعد على اساس اراضي سكنيه ويتم البناء بها، هذا يعتبر تجاوز على الممتلكات العامه وتجاوز على يعني هذا هنا ارجع واقول ما كل خطوط الحمر، هذا خط احمر. الدوله تعرف ما تعرف،
محافظة البصرة تدري حكومتها لو ما تدري؟ هل هي متواطئة بالموضوع؟ هل الموضوع صاير من قبل أحزاب وميليشيات؟ لو هاي ناس بحدهم المقطع خطير للغاية، يعني القضية لا يمكن أن تمرر مرور الكرام. الناس جاي تقول طبعا صايرة هي بس في قضاء الدير، هاي طبعا تمرصدها بعد، أنا ما أعرف بالمناطق الأخرى، تعرفون شط العرب يمتد على مسافات كبيرة. نرجع ونقول أن الموضوع لا يمكن أن يمرر، هي فعلا كارثة، هي فعلا من الممكن تكون مؤامرة كبيرة، مو بس على البصرة، على العراق ككل. الناس تحمي أنهرها، تنظفها، تكريها دائما، تحاول أن تخلي المجرى أوسع، وإذا بينا إحنا نقوم بطمر شط العرب وقتله، المن على حساب منو؟ منو اللي خطط؟ هذه كارثة كبرى، كارثة كبرى تحول في البصرة والعراق. فلذلك المقطع إلى الجهات المعنية في الحكومة العراقية من أجل فتح تحقيق عاجل بالموضوع ومعاقبة ومحاسبة كل من قام بهذه الفكرة. حنشوف سيارات كبيرة، يعني الموضوع ما جاي اعتباطه، مو شخص واحد وإجا قام بهذه العملية، لا، الموضوع ممنهج. إحنا أمام مثل ما واحد يقول قاعد يسرقون النهر في سبيل في غايات ما نعرف، من الممكن أنه بعد سنين تنكشف. نشوف المقطع ونتمنى يوصل للجهات المعنية ويكون هناك رد حول الموضوع. ورحمة الله وبركاته. هذا شط العرب، هذا شط العرب ودين طام، الناس جاي يطمها بالبلوك وبالحجار، وهذا شط العرب باعوا له يا اسلام الله، هو هذا شط العرب. فإحنا ناشد السيد المحافظ وناشد وزير الري وناشد كل إنسان شريف، هذا شط العرب بدأ ينطام، شي ورا شي بدأ ينطام. زين هذا شط العرب، شوفوا بدأ ينطام، فراح يبنوا ومنك ذاك هم طامينه، خلي نظروا له زايد هم، ها شوفوا منك هم مطموم ومنا مطموم، وهذا شط العرب باعوا له، بدأوا يطمون بي، وهذه السد الأساسية اللي يمشي فوقها الحفار، هذا شط العرب، وهذا شط العرب بدأوا يطمون بي. خل أوضح لكم أزيد بعد، هذا شط العرب بدأوا يطمونه وراح يبنون بيوت بي، وهذا شط العرب. زين ما صارت بتاريخ العالم، بأي حكومات ما صارت، بس بهاي الحكومة مع كل الأسف، وبس بالدير، قضاء الدير. فإحنا ناشد السيد الوزير، ناشد كل إنسان شريف، هذا شط العرب بدأ ينطام، هذا شط العرب. حقيقة أنا أشكر المواطن اللي وثق فعلا والله، لأن هذا دليل على غيرته لوطنه وحرصه، والموضوع وصلني من أكثر من شخص من البصرة أيضا، شكرا لهم، دليل على حرصهم ودليل على ثقتهم بينا. وهذا موضوع لا يمكن أن يمرر، لذلك إحنا خلينا أول شيء حتى يحسون المسؤولين. هذه رسالة وهذه مناشدة إلى حكومة البصرة وإلى الحكومة المركزية. حقيقة خلنا شوي نتجاوز الحكومة المحلية في البصرة، أكو خطة ما نعرف شنو الغاية منها، غايات كثيرة، ما نريد إحنا نقول والله كذا، لا، لأنه غايات كثيرة من الممكن تكون، وأهداف كثيرة وممكن تكون جهات خلفها. فلذلك الحكومة المركزية عليها أن تتدخل وتفتح تحقيق وتشوف هاي السيارات ايش جاي تسوي، ليش يقومون بدفن شط العرب من جهة قضاء الدير، لصالح من وعلى أي أساس؟ هاي الأراضي الصحراء اللي ظالة بكل مكان سواء في البصرة أو غير محافظة حبكت، إلا إحنا هسه نقوم بطم الشاط حتى نبني عليه منازل؟ غريب الموضوع. أرجع أقول هذه مناطق محرمة والمفروض يزرعوها مثلا تصير مناطق سياحية، بس يعني الشاط يندفن حتى إحنا نبني عليه؟ هذا أمر غريب للغاية، وبفلوس يعني، يعني القضية معناتها أنه هي برقة وقلم حاسبينها حساب. فأتمنى يكون هناك متابعة وحق الرد مكفول للجهات المعنية كافة في البصرة والحكومة المركزية لمتابعة الموضوع والرد حول هذه القضية التي أثارت استياء أهالي البصرة واستغرابهم بنفس الوقت وخوفهم على البصرة ومدينتهم وعلى شط العرب. وأعتقد استغراب العراق بشكل عام، لأنه شط العرب للجميع، للعراق ككل، أكيد. وهذا لما دا يصير أمانة، ولما دا تقولين بأنه هو بيوت دا ينبني، هاي معناته اكو منفعة شخصية على أساس على مصلحة الوطن، مصلحة الوطن كله وكل المواطنين، يعني صح. اليوم كل المواطنين لمن هذا يبني دا ياخذ حق كل المواطنين العراقيين من دا يبني بيت على شط العرب. يعني يمكن هي حتى انت قلتيها مثلا لو مكان سياحي فتشي البلد كله يستفاد من عنده، وهمينا ما مقبول ان تطم الشط، لا، ابني يمه و بيها منطق. هذا دليل على انه تخبط الجهات اللي تفكر بهذا المشروع، او ما تدري ايش تسوي، او ما تعرف خطوره هذا الموضوع، او تعرف ومتقصده تسوي.
فعلا نتمنى يكون هنالك رد على هذا الموضوع وتوضيح شنو اللي هاي الكارثه اللي تصير بشط العرب، لانه غير مقبول نهائيا، ومن المعيب على كل الجهات المسؤوله عن هذا الملف يظلون ساكتين وما يبررون او ما يوقفون هذا اللي دا يصير. موضوعنا الجاي ما حنروح بعيد عن سوء التخطيط اللي نعيش فيه في البلد بشكل عام منذ 2003 الى يومنا هذا. ماكو فشي مخطط في هذا البلد، ما عندنا اي خطط موضوعه لتطوير البلد او تطوير اقتصاد هذا البلد، وجزء من 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 هذا التخطيط اللي كان المفروض توضع الحكومات السابقه كلها التكاسي. اليوم في بغداد وفي كل المحافظات، لكن اليوم احنا حنحكي عن كركوك لانه مناشده وصلتنا من كركوك. سواق التاكسي اللي هي سيارات الصفراء المخصصه للتاكسي دا يزاحموهم جماعه السواق السيارات الخصوصيه اللي هي الابيض والالوان العاديه. هذا الشخص هو يكون موظف مثلا او عنده شغله، يطلع ايضا هذا باي سياره، عنده سياره بيضاء سياره خصوصيه يشتغل تاكسي. هنا ابو التاكسي ما حيستفاد شيء، ما لانه هو حيطلع حاله حال ابو الخصوصي، وابو التاكسي ما عنده يمكن شغله ثانيه، ومشتري هاي السياره ما يقدر يستخدمها بس لغرض التاكسي. هنا انا ما افتهم ليش ما الحكومه تقدر هي هم تستفاد، تنظم هذا الموضوع، تسوي جراجات خاصه لاصحاب التكاسي، تفرض ضريبه على اصحاب التكاسي بضريبه بسيطه، انه بس على مود تعطيهم رخصه، او هسه يقولوا بين اصلا اكو ضريبه على اصحاب التكاسي، فابو التاكسي فعلا الارقام الحمراء ارقام التاكسي لازم يدفع ضريبه على هذا الرقم، فابو التاكسي دا يشتغل ودا يدفع ضريبه، ابو الخصوصي دا يشتغل وما دا يدفع ضريبه، وهم دا يزاحم ابو التاكسي في عمله. هنا سوء التخطيط اللي دا يظهر في كل المحافظات، اغلب محافظات العراق باستثناء اقليم كردستان، باقي المحافظات كلها التاكسي والخصوصي كلها يشتغل بالشارع وهم يشتغلون على اساس التاكسي. هنا المواطنين او اصحاب التكاسي فعلا ناجدونه ودا يقولون يا اخوان احنا الوضع الاقتصادي اصلا تعبان، وهسه صايرين الشارع كله تاكسي. يعني اللي بعض التكاسي دا يطلعون حتى ما دا يجيبون كروه، حتى بس عمود يمشون بها يومهم او بس يفولون بها بنزين. هذا الموضوع لازم اليوم الجهات المختصة تباوع له بعين الحرص وتعالج هذه المسألة، وخلي ننظم شوارعنا أكثر، خلي نعرف بأنه السيارة الصفراء هذا تاكسي، سيارة خصوصي، حتى الأشياء الأمنية حتى احنا تكون عندكم قاعدة بيانات من التاكسي، من الموتاكسي، من اللي دي يصعدون الناس وياه. السيارات الخصوصية لما تشتغل انت ما تعرف حتى من تنقل، من تجيب، من تودي، تخبط 100%، وده يأثر على المواطن وعلى أمن الدولة وعلى الاقتصاد مال البلد. ولحد الآن الجهات كلها ساكتة وما حد يحكي وما حد يلقى حل لهذا الموضوع. سوينا تقرير من كركوك، أهالي التاكسيات اشتكوا، وإن شاء الله يتوصل شكواهم للجهات المعنية ويلقون حل. خلينا نشوف التقرير ونرجع. وصلت شكاوي لقناة شرقية برنامج أهل المدينة بين اليوم كل التاكسيات دي يواجهون مشكلة ويا سيارات الخصوصي. الخصوصي كلهم المشكلة مالهم. والله الخصوصي ما يخلون يشتغل الصراحة، غير ماكو شغل. تروح يم الانضباطية موجودين، تروح براس الجسر موجودين، تروح يم المحاد الفني موجودين، وين أي مكان هم موجودين. يعني ما تقدر تشتغل لو قدامك بالشارع أشر له، ما خلى العلامة فوق الدشبول قبل عشر للنفر و... زين ماكو حد حاسبهم؟ ماكو، من اللي حاسبهم؟ هم واقفين يم المرور براس الجسر، كلهم منتسبين، ما يقدر يحاكي المرور، يحاكي كلهم منتسب يعني؟ منتسبين الشرطه بالاجهزه الامنيه التاكسي ابو الخصوصي؟ اي ابو الخصوصي، يم الانضباطيه بشارع اطباء، وين ما تروح. الله يساعدك. الله يساعدك. لقيت عبري؟ هسه اول نفر هذا استفتاحيتي. يعني هسه تعال هنا يا اختي. ساعة بيه شو السنة تقريبا ساعة 11 ايه. تعال هاي بلد ساعة 11 ايه. حد الآن ما مستفتح حد الآن، هاي أول استفتاحيتي هاي النفر ماكو، افتريت ما لقيت، جيت وقفت هنا ولحد الآن ما طالع خصوصي يمشي قدامك شال النفر وراح ورانا. انتوا وراكم النقابة ومحاسبة ما يحاسبون، كم مرة نروح ندفع نقابة نقول يابا أبو الخصوصي جاي يشتغل، يقول شو أسوي لاني؟ يعني ما يحاسبون، يطلعون خارجي، حتى خارج استيمانية يطلعون، استيمانية يطلعون اربيل. ها احنا هسه تاكسي احنا منروح بسيطرة كم شمال قبل يلزمك، حتى لو نفر واحد يلزمك يغرمك 500 مليون دينار. النقابة ماكو رادع على باتجاه الخصوصي، والمرور ماكو رادع باتجاه الخصوصي. ثانيا اكو بعض من النقابة يعني
ندفع شهريه احنا 3000، من نعبر الشهرين نتغرم سعر ضعف. بغير محافظات نروح يعني نتعنى لغير محافظه على مود ننطي غرامه منك الوصل بحيث ما نتغرم بكركوك. ماكو. ثانيا الاجهزه الامنيه، يعني بكركوك ابو تاكسي هنا التاكسيات اللي بكركوك بس ملزم ان يدفع شهريا للنقابه. ابو الخصوصي يدفع؟ ما يدفع ولا ابو النقابه يقدر يحاسب، والمرور ما يقدر يحاسب ابو الخصوصي. والخصوصي موجود براس الجسر، شارع الاطباء، معهد التقني، جامعه الصياده، يدري بيه خصوصي. هذا خصوصي يشتغل تاكسي. اي مكتسب. خلي اروح عليه الله يساعدك. الله يسلمك. شلون صحتك؟ عيونك. خصوصي؟ نعم. تشتغل تاكسي؟ نعم. ليش ما تبدل سيارتك تسويها تاكسي؟ والله ما مبدلها. نعم؟ ما مبدل، شغلي مو على التاكسي انا. لا عاد. مرات هيك اقضي وقت هنا وخلاص. يعني تشتغل على الطايف نقول؟ هيك مرات عصرية اطلع له الصبح يا. ساعة ساعة. انت موظف؟ لا. يعني هاي السيارة هي مكسب يعني عيشتك فيها؟ مو عيشتي. نعم. والله اشتغل تاكسي من 2004. نعم. هسه حاليا ساعة 11 تقريبا. اي نعم. شو تشتغل؟ مشتغل 6000 دينار. 6000؟ اي. باليوم شو تشتغل تقريبا؟ والله ازيد شيء 15000، 10 15000. قبل شلون كان الوضع يعني الشغل؟ قبل كان شغل زين، واطلع 30 35 يعني حتى تصل ال 50000. سبب بس ليش؟ والله سبب كثره الخصوصي هسه كله يشتغل تاكسي. اي نعم استاذ. زين ابو الخصوصي ليش ما يسويها تاكسي؟ يعني اذا هو عاجبه شغله ليش والله ما اعرف يعني هو سيارته بيها تاكسي، اذا يبيعها يشتري تاكسي. هم ما ادري على مود النقابه ما يدفعون. ابو تاكسي ملزم يدفع نقابه. اي ابو التاكسي ندفع نقابه كل شهر 3000، وبالسنه ندفع 30000. ويحاسبك المرور، يحاسبك النقابه. نعم كل ما النقابه نقيم واقفين يحاسبونا. اول شيء الخصوصي، ثاني شيء الموظفين والمنتسبين. الموظفين بالدوله ورا الدوام يطلع يشتغل تاكسي. اي نعم تمام، يشتغل تاكسي الموظف المنتسب كله بعد الدوام، هذا يشتغل كله يأثر على ابو التاكسي اللي ما عنده مجرد شغلته بس على التاكسي. زين يلحق الموظف، يلحق المنتسب، هذا كله يشتغل تاكسي. والخصوصي له اولويه بالتاكسي اكثر منه بالتاكسي. روح الشارع الاطباء، روح الراس الجسر، يوقف قدام المرور، وابو المرور من دون كل السيارات خلي يسوي مفرزه بالشارع. جماعه المرور طبعا احنا نناشد سيد مدير المرور والمحافظ كلهم انه ابو التاكسي والنقابه نفسها. النقابه ما مسويت لي كل شيء، تاخذ من عندي فلوس بدون اي فائده، ما مقدمت لي اي خدمه مقابل الفلوس اللي تاخذها من عندنا. زين ابو التاكسي يجي للسيطره لزقات برداء، العفو ابو الخصوصي انا اذا خلي لزقه عجاب هالقد يطبق علي القانون كله بحذافيره. يعني هذا اللي احنا بدنا نحكي عنه من سوء التخطيط، وهذا اللي بدنا نشوفه بمجتمعنا. كل واحد يشتغل شغله مو شغلته نهائيا، وناس ماكو قانون ينظم العمل بشكل عام، سواء العمل الاهلي يعني المشاريع الخاصه او الموظفين في القطاع الخاص، ماكو اي قانون ينظم عملهم. اي واحد يقدر يشتغل اي شيء بفوضى وبتداخل بين الاختصاصات، وما حد يدري هذا وين وذاك وين. ولا ابو التاكسي اليوم محصل حقوقه، ولا ابو الخصوصي هم حصل حقوق، اثنيناتهم دي يشتغلون طبيعي ومشيها وعلى الله هم مسوين الربح بيناتهم. هذا الموضوع ما المفروض يكون صحيح في اي بلد بالعالم. اصحاب التكاسي لازم تكون عندهم تطبيقات الكترونيه خاصه بهم، يكون البلديه تسوي اي بلديه في اسطنبول مثلا عندهم التاكسي البلديه من اشهر التكاسي، تطبيقات التكاسي اللي موجوده، والبلديه تاخذ اموال طائله ارباح من هذه التكاسي. فبالتالي انتم ايش ما تسوون هيك؟ ليش ما تدخلون بجمعية واحدة وانتم ايضا تربحون، الدولة تربح وتنظمون عملهم، تسوون لهم تأمين صحي؟ هاي الاشياء صعبة، يعني صعبة ان واحد بس ينظم عمل الناس ويسهل حياة الناس في العراق؟ ما اعرف.
هي يا صعبه وانتم ما تدبروها، هي دا اقول انتم ما تدبروها، يا انتم قصدني ما تسووها للعالم. على العموم هاي امام المرور اليوم في كل محافظات، لكن هذا التقرير في كركوك، ان شاء الله تلقوا لهم حل وتحاولون تسيطرون على الوضع المنفلت في الشارع. طيب هذا الموضوع طبعا هو مو بس في الكركوك، في كل المحافظات. احنا طبعا وصلت لنا المناشده، احنا نشكر، ارجع واقول نشكر من يصير عنده ثقه فيفكر انه يرسل لنا الموضوع، احنا ارسلناه الى مراسلنا سلام جمعه في كركوك، والحمد لله انه فعلا كانت يعني المشكله مو بس في كركوك، ارجع واقول يعني للاسف هي موجوده في كل المحافظات. نشكر ايضا سلام لانه استطاع ان ينقل الموضوع بالصوت والصوره، ونتمنى هسه بقى الجهات المعنيه تنظمها. اعتقد بس في اقليم كردستان هناك تنظيم للموضوع، فقط اصحاب التاكسيات وتكون الوانهم معروفه، مستحيل اكو واحد يجي سائق خصوصي هذا يتم الشكوى عليه، والناس اصلا ما تصعد وياه، بس هي اصلا ما صايره، فنتمنى يكون هناك تنظيم. هي اذا انت عاجبك تشتغل بتاكسي فاشتري تاكسي، بالضبط، بيع سيارتك او حولها وهكذا، بس ما لتزاحمهم، هذا قطع للرزق، هم خطية الناس عايشين خاصه اصحاب التاكسي ما عنده غير شغل غير التاكسي مالته. طيب نروح لموضوع اخر، احنا حكينا قبل شويه بكارثه، يعني كان اول خبر اللي هي طمر ودفن أجزاء من شط العرب في قضاء الديار. هسه عندنا أيضا كارثة بيئية. شوفوا إحنا بالعراق يعني لا الحكومة بها خير ولا حتى إحنا كشعب، يعني إحنا كلتنا إحنا مسؤولين، وكلتنا إحنا اللي جاي، يعني إحنا جاي نخرب بيئتنا، إحنا جاي نخرب المكان اللي عايشين به. موضوع النفايات مثلا الحكومة مشتركة به هم والشعب، موضوع البيئة اللي عايشين بها سواء أنهار أهوار أراضي زراعية حولناها إلى سكنية، وقتلنا آلاف الدونمات من الأشجار والنخيل والمزروعات. البشر مو يعني مو بس الحكومة، وإنما إحنا كشعب أيضا ساهمنا بقتل بيئتنا وحياتنا وبلدنا. رسالة وصلت لنا اليوم كارثة بمعنى الكلمة، وصلت أعتقد لو ما صايرة هذه الظاهرة البيئية ما كان عرفنا إحنا اللي صار. تعرفون انه هسه موسم سفر وهجرة الطيور من مكان الى اخر، احنا العراق ايضا يمرون علينا مجموعة من الطيور المهاجرة، اكو قسم تجي ترتاح عندنا في اهوارنا في البحيرات الموجودة عندنا في الانهار، تاكل تشبع تكمل وتكمل مسيرها، تنتقل من الاماكن الباردة تروح الى الاماكن الدافئة، وهكذا هي دورة الحياة، ثم تعود الى مسكنها الاصلي وايضا تمر على العراق. لو ما هي اليوم مرة علينا إحنا أو بهذه الأيام مرت هذه الطيور اللي هي أعتقد من الطيور النادرة، من الطيور اللي أعدادها قليل مو مثل ما بعض الطيور الموجودة مثل الدجاج اللي عندنا، كان إحنا ما عرفنا بهذه الكارثة. قبل سنوات والحكومات السابقة أنطوا تراخيص لبعض الشركات الأجنبية النفطية اللي هي جولات التراخيص الرملية، انطت هي حتى هي تطلع النفط طبعا وتستخدمه وتستفاد من عنده وتبيعه، وهكذا احنا نستفاد وهذه الشركات الأجنبية تستفاد. النفط اللي يطلعونه يطلعونه على شكل بحيرات على الأرض، وبعدين يتم ما أعرف يأخذون قسم منه، ما أعرف هذا الزائد الفائض اللي ما يردونه أو أنه الفضلات اللي بغاز، هو طبعا مو فضلات وإنما هم ممكن الشركات ما تريده، يندب على الأرض ويصير على شكل بحيرة. اليوم خطية هذه الطيور المهاجرة إجت وعبالها بحر أو عبالها هور أو عبالها بحيرة، إجت استقرت وإذا بها هي تتفاجئ أنه هي ركست أو كلبت بهذا البحيرة، وإذا هي بها نفط، تعرفون النفط ما راح يخليها تعاود مسيرها وممكن تموت أصلا. فقاموا بعض الناس بإنقاذ بعض الطيور اللي قدروا ينقذونه، لكن هي فتحت لنا باب أنه هذه البحيرات ليش موجودة، كل العالم اللي عنده نفط ما عنده نقطة نفط تطلع على الأرض، اكو ياسسون ضمن الشركه، هم مو عندهم شركه ومحتاجين هذا النفط استخراج النفط، عندهم مكائن اخرى هي للاستفاده او لوضع النفط بيها، وبعدين يتم الغاز ياخذوه البنزين ما اعرف كل شيء يروح الى مكان المخصص، حتى الفضلات من الممكن انه يبيعوها اللي هم ما يحتاجوها، هم فضلات يعني للشركات، ممكن انه اماكن تروح الى معامل الاخرى يبيعونه ويستفادوا معدن، الا بالعراق احنا ما نهتم، انتم شنو رايدين نفط خام الباقي ما تردونه يلا ها هي، فهذول طبعا مو ارضهم ولا بلدهم، ذبوا هاي الارض كلها ماتت هسه حاليا، وهذا نفطنا يعني هذا الباقي اللي هي عن النفط الخام اللي هم ما محتاجين، احنا محتاجين نقدر نبيعه، نقدر نستفاد من عندنا في معاملنا احنا، ليش زين ليش هذا ليش هذا عدم الاهتمام واللامبالاه واللامسؤوليه؟ زين هذه الارض
مو هاي تموت تصبح ارض ميته. هاي الطيور شنو ذنبها؟ يعني ارجع واقول لو ما الطيور ولو ما الحادثه اللي صارت اليوم احنا ما كنا نعرف. فهذه ايضا مناشده الى كل الحكومات المحليه والحكومه المركزيه انه راجعوا هذه وحاسبوا هذه الشركات اللي جاي تجي وانتم عاد تعطوها التراخيص انه تكون في محل المسؤوليه وانه ما تذب قطره نفط على الارض. نتابع المقطع احنا وايضا هو موضوع لا يحتمل لا التاجيل ولا انه يمر مرور الكرام. ان شاء الله يكون هناك اذن صاغيه من قبل الجهات المعنيه خاصه وزاره البيئه لان هي الاولى او اول من لازم يكون يعتني بالارض وان شاء الله يكون هناك جواب من قبلهم. شوفون اكثر من 150 بالالف واحد جايات ما ادري اعرف منين طاحن هنا حطيه بالنفور. شوفون اكثر من 150 بالالف واحد جايات ما ادري اعرف منين طاحن هنا حطيه بالنفور. اللي شفتوه هسه امامكم هذا كله بحر نفط. هذا نفط. هذا مو مي، مو هور. العالم يسوون اهوار اصطناعيه وبحيرات اصطناعيه، تعرف شو حتى تونسون بس على المنظر. يتجي الحيوانات وتاكل وتشرب وحتى يحطوا لها اسماك ونباتات كلها يعني بس في سبيل يجذبون الطيور المهاجره توصلهم. لما ما احنا صارت اخ من من احنا عندنا اهوار باعوا يعني شوفوا شوف الواحد اللي شلون يتحسر على بلده من كانت الاهوار وبذاك الزمن قام بدفنها كلها الاهوار وماتت عندنا البيئه. الطيور ظلت تتفاجئ انه وين الهور. الكويت سوت هور اصطناعي عم تروح هناك سوت اهوار اصطناعيه وظلت تروح هناك الحيوانات. لكن من رجع الهور يعني الاهوار رجعت للعراق رجعت لين الطبيعه طبعا. فرجعت عندنا الطيور المهاجره وعاشت وعاشت مره ثانيه عندنا بالعراق. هسه احنا حنرجع نقتلها من احنا هسه سوينا بحيرات كانما كمين لهذه الطيور. طبعا غير الصيد الجائر اليوميه جاي نشوف الغزلان فلامينغو طيور عندنا نادره. اكو مختصين جاي يوميه والله ينزلون صور ومقاطع صيد جائر لها ويبيعونها بالاسواق. هاي حتى ما تتربى في المنازل وما تعيش في اجوائنا، هي تمر علينا بس بفصل الخريف او بعض احيانا شو بس تمر مرور الكرام تنزل ترتاح شويه. المفروض ان احنا نكرمها يعني نقول خطيه هاي واذا بينا احنا نسوي لها بحيره صناعيه من النفط وتموت. اذا لا يجب محاسبه هذه الشركات ومحاسبه كل من انطاها تراخيص لان هي تعرف انه هي راح تسوي هذه الجريمه. احنا ارجع واقول اشكر الشخص اللي وثق وهذه الطيور يعني امانه برقبتنا احنا كبشر عايشين على هذه الارض ولازم يكون هناك تحقيق بالموضوع ولازم يكون هناك مو بس تحقيق وانما حل للموضوع. ما نشوف مثل هكذا احنا بحيرات نفطيه نفطنا هذا جاي يروح الشكل هدر. ومحاسبه هم لا تنسين محاسبه شغله اساسيه لان اذا حنضل منحاسب الغلطانين صح حيزيد الغلط. بعدين هسه دا افكر لما دا اشوف هذه الصور يعني حتى الطيور لما تجي عراقها متعاني وتموت يعني ما تتأدى. هذه الارض ما تعرف شنو سالفتها. أيوة اللي دي حكمون هذه الارض اللي موجوده حاليا هنا ما اعرف شنو سالفتهم دا يموتون كل شيء حي عليها سواء كبشر يدمرون نفسيتهم وصحتهم بالتلوث اللي دا يسويه يوميا او حتى الطيور المهاجره يعني حتى خطار من الطيور حتى ما جايه يمكن أيوة. ما عندنا هالاهوار يمكن حتى ما تجي منا ولا تشوف هذا البلد ولا تجينا اصلا. أيوة. اضافه لكل هذا انا صراحه هنا ازل ما عرفت تسائلين وياي بينهم اين دور وزاره البيئه والجهات المختصه عن البيئه؟ احنا بس نسمعين بس عندنا موظفين في هذه الوزارات بس احنا ما نشوف اي شيء. ما فد يوم سمعت بانه انتم طلعتوا قلتوا يابا هذا احنا نستنكر يابا هذا الفشي ده يضر بالبيئه تتناقشون ويا منظمه عالميه حتى يحلون فد ازمه بيئيه. لا ماكو ماكو اصلا ما موجوده هي يعني ما اعرف صراحه يعني لا مهتمين بالصحه ولا بالبيئه. هي قبل كانت وزاره البيئه مستقله لا بس هسه دمجوها ليش؟ يعني على اساس زايده يعني اي هسه حتى لما دمجوها شلون وزاره المراه من شالوها راحت بعد ما عندنا وزاره مراه احنا بالضبط. لين زايده المراه شنو المراه عليها العنف يعني احنا قادرين عليه فنفس الشيء البيئه قلت يلا حطوها ويا صاحبها. ازلت تعرفي حتى لما دمجوها ذول الموظفين خم بطلوهم بعدهم موجودين بس ما يجي بالاسم دمجوهم ما بيها وزير حطوا نفس الوزير. طيب اوكي ذول الموظفين وينهم؟ زين نفس الوزير يعني هو وزير الصحه والبيئه يعني انت مال وزارتين يعني ما يصير انت بس لا بالصحه ملتهين ولا بالبيئه. اي ما تعرف يا اخوان يعني ترى حرام والله العظيم احنا عليه ما نطيها الرواتب الموظفين ما دافتين جديات. هذا التبذير بالدوله بانه احنا عندنا هالكم الهائل من المراقبين والهيئات
واحنا البيئه عندنا بابسط الاشياء. احنا كم موضوع عن اليوم طلعنا عن البيئه، خلينا نشوف اكو فد مسؤول حيطلع يجاوبنا، اكو مسؤول حيطلع يحل هذا الموضوع، خلينا نشوف. والله ولا اتوقع اصلا يهتمون لهذا الموضوع. نايمين نومه اهل الكهف. اي أيوة والله صدق ترى الشتاء بعده ما اجى، يعني احنا بعدنا خريف، بالشتاء شو يسوون ما اعرف. على سالفه الشتاء والخريف هسه دائما ذكرت احنا بعدنا ما واصلين للشتاء، وسيطرات مال الباقي المحافظات في العراق بعدهم بيصير ازدحام، ورجعنا لنقطه 2008 وال7 وال2006 اللي لما نصير سيطرات بليه معنا، وحتى والله 2010 السيطرات موجوده واللي واقف بالسيطره ما يفتش، مجرد هو ازدحام لمده ساعه وساعتين وثلاثه وانت واقف وما تدري شنو السبب، السبب انه انت واقف بهذا الازدحام. توصل بالسيطره السلام عليكم، عليكم السلام، روح وكانه ما بس يشوف على وجوه احنا مكتوب على جبينه فتشي، هم عندهم قدره خارقه لكشف المجرمين من خلال العيون، ما تدري شنو السالفه. هذه المره في سيطره البوابه في البصره، الناس الواقفين هنا يقول يابا يقولنا حل، يعني ساعة ونص احنا واقفين بهذه السيطرة، نوصل لبالسيطرة ابتسامة عريضة وخلص روح انتهى الموضوع وفوتوا للمدينة وكأنه كل شيء ماكو، لا يكون الصندوق، لا هم دا يقولون الناس نفسهم. يا اخوان هسه هي السيارة لو تفتشوها، يعني انتم لو تفتشونا كنا تفتيش زين وتفتشون السيارة، لو مثلا عندكم أجهزة دقيقة لكشف المتفجرات ما يخالف، سوي الزحام بدل ساعة ونص ثلاث ساعات هم، بس على الأقل اكو نتيجة. بس السيطرة لما تكون انا انتظر بها ساعة ونص، بعدين اوصل للجندي اللي واقف، وبعدين هذا يبتسم بوجهي وانا اروح، شنو شعوري حيكون؟ او شنو تخطيط الجهات المعنية اللي خططت بهذا الموضوع وفكرت بانه تسوي هذه السيطرة؟ عدم وجود الرقابة لما انت تسوي سيطرة هاي كارثة بالنسبة للمواطن. يمكن هواي ناس او خلينا نقول مسؤولين، واحنا حكينا قبل شوية ما لهم علاقة بالجانب النفسي للمواطن نهائيا. يعني ما لهم علاقه، المواطن يحترق اعصابه تتلف، سيارته تعطل، يخسر فلوس البنزين، ما لهم علاقه، هم المهم على اساس يسوون ازدحام على مود يراقبون الامن في هذه المنطقه. هذا الموضوع يا اخوان احنا المفروض تجاوزناه، انه بالمشاكل هسه ازل، احنا مو بس نعيد المشاكل، انه بدنا نطلع المشاكل القديمه اللي عندنا نرجعها من جديد، نخلقها من جديد، نعيد تدويرها، حتى نظل في نفس هذه دائره ودوامه المشاكل اللي ما تخلص بالعراق. هم يدرون بينا اذا احنا ماكو مشاكل راح نلتهي بيهم، بس من يخلونا احنا المشكله القديمه تخلص يحطوا لنا مشكله جديده حتى نلتهي احنا بالجديده، حتى نلتهي عنهم، يبدون هم يظلون يسرقون براحتهم. أيوة. ويبوقون الفساد الاداري والمالي وهسه نغض النظر، لان احنا نظل نلتهي بس بمشاكلنا، بس يمتى نحس على نفسنا؟ ما 18 سنه وما جاي نحس، ومن تصير قضيه والناس تقول يابا خلي احنا ندافع عن حقوقنا، لازم نتفرع ونصير شعوبا وقبائل، الحكي بعد ما يفيد. خلينا احنا اليوم عندنا مواضيع كثيره ان شاء الله باكر ناخذها، وان شاء الله نلتقي بس على الخير والمحبه والسلام، وعلى وطن سالم ومعافى في امان الله. امين يا رب. تحياتي وتحيات الكادر في امان الله.